عسلم. اليوم باش نعمل فيديو خارج عن موضوع الحركات الإسلامية، ولكن يقعد في إطار الإسلام. الموضوع هو لو رجعنا للتاريخ، وأي إنسان يعرف التاريخ يفهم إن الإسلام في الحقيقة هو دين العرب. الإسلام وقت ظهر كان الهدف متاعه هو توحيد القبائل العربية، ومحاولة توحيد القبائل العربية مش مسألة جديدة، مش محمد أول من فكر فيها، وإنما ظهرت من قبل، من القرن الخامس الميلادي، من عهد إمرؤ القيس. فكرة توحيد القبائل العربية كانت موجودة وظهرت عدة محاولات وفشلت، ومحاولة محمد نجحت. علاش وقتها العرب كانوا يحبوا يتحدوا؟ العرب كانوا يعيشوا في منطقة من العالم اللي هي الجزيرة العربية، موجودة من بين زوز حضارات أو زوز إمبراطوريات، ما يسمى بالإمبراطورية الفارسية اللي موجودة في الشرق، والإمبراطورية الغربية اللي هي كانت الرومانية من بعد ولاية البيزنطية في الغرب. وكانت القبائل العربية اللي موجودة في الجزيرة العربية من اليمن وانت طالع، وأكثر شيء موجودين عند القبائل الكبيرة في قريش، وفما القبائل اللي موجودين في المدينة، واللي فيهم حتى قبائل يهودية اللي كانوا هاربين من الصراع اللي موجود بين الروم أو البيزنطيين والفرس، وفما قبائل مسيحية، فما عندها قبائل بدو رحل موجودين في الصحراء الكبرى متاع الجزيرة العربية. وكانت نجم نقول الطبقة المثقفة أو الطبقة الواعية في ذلك الوقت مع قبل ظهور الإسلام، كان أملها إنها توحد القبائل العربية وتخلق ما يسمى بإمبراطورية عربية تكون موجودة في الوسط من بين هذوما الامبراطوريتين يعني الكبار. لك علاش معناتها نشوفوا مثلا وقت الاسلام يقول وجعلناكم أمة وسطى، هنا يقصد في العرب. لكن كل المحاولات فشلت. علاش فشلت؟ على خاطر العرب ما كانش عندهم دين، كانت كل قبيلة عندها دين، وكانوا مختلفين مع بعضهم، كانوا جماعة من القبائل يحالفوا الفرس، وجماعة من الآخرين يحالفوا الرومان، وداخلين في الصراعات، وكان الرومان معناتها يستعملوا القبائل العربية من أجل فهمت إزعاج الفرس، والفرس نفس الشيء، يعني كانوا عبارة على لعبة من بين هذوما الإمبراطوريتين الكبار. وهذاك علاش جات فكرة التوحيد. ما نجحتش هذه الفكرة حتى جاء محمد. محمد مش وحده، راهو الإسلام ما خلقوش محمد. محمد ما هو إلا أداة، أداة تم استعماله من طرف العرب معنت الهاشميين والعرب وورقة بن نوفل وجماعة اللي حولوا الكل فهمت، وداخلة فيها يعني حكاية ياسر معقدة لظهور فكرة محمد، لأنهم راوا إن لو العرب ما يمكن يتوحدوا إلا بدين. هذاك علاش القرآن يقول معناتها يقول معناتها واضح، كي نرجعوا لندرس القرآن ونفهم القرآن فيه ياسر حاجات معناتها حقائق تحكي على العصر هذاك اللي موجود فيه. وتقول معناتها وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. نرجع مسألة الأميين، لا يقصد الجهال أو اللي ما يعرفوش يكتبوا، لا، يقصد الذي ليس لهم دين سماوي. يجمع المهم محمد وجماعة اللي حوله شعملوا؟ خذوا التقاليد والعادات العربية مع إضافة شوية من اليهودية وشوية من المسيحية وشوية من الزردشتية، وخلقوا ما يسمى بالدين العربي. كي نجي نشوفوا نلقاو إن ياسر حاجات من عادات وتقاليد عربية موجودة في الإسلام، مثل مثلا الرضاعة. الرضاعة عادة عربية جاء محمد وردها وحي إلهي.
مثل مثلا الحروب، الحروب اللي موجود بين القبائل ردها جهاد، مثل مثلا الغنيمة ردها معناتها غنيمة حرب وخمس وتقسيم الخمس وكل شيء، دي معناتها عادات عربية كانت القبيلة عند ما تهجم على القبيلة الأخرى فهمت يستولوا على كل أملاكهم وياخذوا منهم معناتها النساء يستعملوهم عبيد، يعني العبيد فكرة معناتها موجودة عند العرب وقت ما بينوش في العالم مجمع، مع عند العرب كانوا وقت يهجموا على قبيلة وينتصروا عليها ياخذوا النساء نتاعهم عبيد، نساء ورجال فهمت. الأمة الإسلام حطها في الإسلام وردها وحي، ياسر 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 حاجة مثلا كما الطواف حول الكعبة عاد عربية فهمت، ردها في الإسلام. شنو هو؟ نحى الأصنام وفضل إله واحد، هي الفكرة هي التوحيد، فكرة محمد أو فكرة اللي دايرين بمحمد هي فكرة التوحيد، شيء طبيعي باش يكسر كل الأصنام الأخرى ويخلي كان الله اللي هو إله القمر اللي كان موجود داخل الكعبة، خاطر هو تكسر الأصنام، كسر الأصنام صحيح، لكن إله القمر اللي كان هو الوحيد الذي ليس له وجه حطه هو الإله للعرب. أي حكم موجود في العرب معناتها في الإسلام كي تجي تشوف يرجع لعادات عربية، هو القرآن عربي وردوا والله يتكلم بالعربي والملائكة تتكلم بالعربي ولغة الجنة هي العربية، يعني نجم نقولوا اللي الإسلام ما أخذ صبغة دينية وغيبية، ولكن هو في الحقيقة وقت نجيو ندرسوه مليح نلقاوه فكر قومي فهمت، فكر قومي امبريالي نجم نقولوا يحب يسيطر على العالم. محمد وتظهر كان الهدف نتاعو في الاول هو الجزيرة العربية، ساعة في الاول كان مجرد مكة من بعد ولا الجزيرة العربية ومن بعد ولا يحلم بالقضاء على الفرس والروم البيزنطيين، انا نقول الروم البيزنطيين حتى القرآن وقت يكون غلبت الروم وقت الروم ما عادش موجودين، وقت موجودين البيزنطيين اما الجهل فهمت، كانوا يطلقوا العرب على على كل ما الغرب يطلقوا عليه الروم، اما هي روما تسقطت سقطوها البيزنطيين وقت موجودين البيزنطيين، يعني كان جاء القرآن كما يقولوا إلهي مش بشي غلطة كما هذه، راهو قال معناتها غلبوا معناتها البيزنطيون ما يقولش غلبت الروم. المهم كان الهدف نتاع محمد او ما ظهور الاسلام او الدين المحمدي هو اول شيء توحيد العرب، وما يمكنش توحيد العرب الا بوحي كما قلت لكم، يعني الاديان كانت هذه الاديان السماويه كلها كانت اهدافها سياسيه من الاول، يعني تستعمل الدين، يعني تقولوا توا مثلا الحركات الاسلاميه تستعمل الدين، يا ولدي الاسلام نفسه هو بيدو هو بيدو يستعمل الدين، ما يسمى يستعمل الايمان عند الشخص. المهم اللي حبيت نقوله معناتها في المساله هذه المساله في الفيديو هذه هو ان هدف الاسلام هو ليس ادخال الناس في الاسلام فقط وانما تعريبهم، والاسلام كي نشوفوا عرب شعوب، عرب مصر، عرب شمال افريقيا، عرب العراق، عرب معناتها سوريا، عرب عدة مناطق، اما من بعد اصطدم بحضارات اخرى ما قدرش مثلا يعرب الفرس والترك حاول باش يعربهم ما نجمش زادة فهمت، على خاطر يعتبر العربية هي لغة القرآن، هو يدخل بمدخول معناتها التعريب مش على خاطر معناتها مسألة قومية فهمت، وإنما على خاطر مسألة دينية، هو عرف العرب اللي لازمهم ديما عدو، القبائل العربية لازم ديما القبائل العربية كانت تتعارك مع بعضها، لازم قبيلة هذه متصهرة مع هذه، اتحدت مع هذه قتلت القبيلة هذه، استولت على غنائم هذه، يعني هذاك شيء طبيعي، إذا هو جاء الإسلام وجعله على النمط العربي، وجعله عدو كل ما هو غير مسلم. وتقول القرآن يعني نرجع القرآن، القرآن ياسر مهم، يعني فيه حقائق معناتها لازم واحد يغزر لها ويفهمها بتمعن،
كما واقتلوهم حيث ثقفتموهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هون يقصد كل ما هو غير مسلم. محمد قبل ما يموت يقول لك طهر الجزيرة العربية من يهود ونصارى، فهمت؟ واضحة هذيك كمرحلة أولى. يعني تجي تقول لي أنت الإسلاميين يمثلوش الإسلام، يعني هذا معناتها كلام معناتها ماهوش منطقي، وكلام معناتها تاع عبد ماهوش فاهم شنو هو معنى الإسلام في الأصل. بأي حق تعرب شعوب وتمحيهم عن تاريخهم؟ بأي حق تجي تمحي شعب كامل وتعربه وتمنعه من لوخته وتمنعه من عاداته وتقاليده، باش تفرض عليه العادات والتقاليد العربية؟ جيب لي انت الرضاعة، احنا في شمال افريقيا ما نعرفوهاش هذه الرضاعة والاخ من الرضاعة وحكاية الفرد. ولا تجيب لي مثلا فكرة فهمت افكار موجودة في الاسلام يعني مضحكة، يعني عادات عربية حتى من ناحية طبية، يعني العادات الطبية العربية تجيبها لي، تقاليد قديمة معناتها بعضها صحيح بعضها غلط معناتها على حسب التجربة، تجي تفرضها عليا وتردها حقيقة وتردها وحي إلهي. هذاك علاش احنا توا في العالم العربي الإسلامي اللي معناتها الفكرة اللي حبيت نوصل لها هو الإسلام. الصراعات اللي كانت موجودة من القبائل بين القبائل بدلها وردها بين المذاهب الآن. يعني محمد يسخيب روحه وحد العرب، وهو في الحقيقة فهمت صحيح وحد العرب في الوقت هذاك، لكن خلق لنا مشكلة كبيرة. هون هو بده يقول أنت في الأحاديث، بكل أحاديث خطر الإسلام راه مش محمد وحده وجده كما قلت لكم، يعني تكون على 200-300 سنة. وتنرجع للتاريخ وتظهر محمد من القوش يسرق كي على محمد في التاريخ البيزنطي أو في الحضارات اللي دايرين بالجزيرة العربية. بعد 100 سنة بدأ يظهر الإسلام، محمد مجرد قرصان في الأول، قرصان فهمت ظهر في الجزيرة العربية وجاب فكرة الوحي والدين بمساعدة أشخاص ومساعدة مجموعات معناتها قبائل وكل شيء تحالفات فهمت، وكون ما يسمى بالإسلام من أجل توحيد العرب. واللي يرفض التوحيد هو التوحيد يتم قتله وقطع رأسه وتعليقه على الروح، يعني همجية مطلقة. شفت الهمجية اللي قبل الإسلام الكل جابها محمد وردها دين وحي. هاكا مثلا قال العربي كان يمشيش يحارب قبيلة أخرى كان ما عندوش ربح، إذا محمد كان تكيف المسألة هذه. قال له كان ترجع حي هاكا عندك الغنيمة، وكانت موت هاكا عندك الجنة، يعني أنت رابح من الجهتين. إذا العربي في وقتها في الوقت ذاك فهمت يقول لك أنا كان موت هاكا عندي الجنة عرضها السماوات والأرض، وكان هاني ما متش هاكا عندي جواري وعندي أملاك وعندي كذا وكذا وكذا. هنا حبيت نقول حاجة معناتها كنا نقرأوها في المدرسة الدينية معناتها خاصة في إيران، إن الوضع الحالي للعالم العربي الإسلامي هو نفس الوضع اللي موجود قبل الإسلام. إذا العالم العربي الإسلامي بالنسبة للإسلاميين عنده حل واحد، هو ظهور قيادة تكون كبيرة كما محمد، توحد هذه القبائل الكل ضد ما يسمى بالغرب. يعني لازمهم يخلقوا عدو خارجي ديما لازمهم العدو يكون خارج، خاطر كما قلت لكم الإسلام هو طبيعة عربية. محمد خلق كل ما هو غير مسلم، الآن لازم هذه القيادة اللي تظهر اللي يسميوها الشيعة المهدي، وعند السنة اللي يسميوها المهدي أو المخلص أو المنقذ أو من عرش نوة، وراه معناتها مسألة جدية. يعني أنا بقى نقول لكم يمكن معناتها ياسر يضحك ويقول لك شنو هي حكاية المهدي وما المهدي والمنقذ، لكن حط في بالك اللي الحركات الإسلامية كلها تؤمن بهذه الفكرة إيمان معناتها مطلق اللي فما مخلص وفما مهدي باش يظهر آخر الزمان وباش يوحد كل المذاهب الإسلامية
صحيح في التاريخ، زاد حتى نرجع التاريخ، ظهر عبيد الله المهدي، وظهر المهدي في السودان، وظهر وياسر وحود، لكن ما نشوفوش كانت حدودهم محدودة. بينما معناتها الآن في العصر الحاضر ثم تحضير كبير لهذه المسألة، معناتها إظهار قيادي يجمع كما محمد جمع كل القبائل العربية، يجمع كل المذاهب الإسلامية، وهذه الفكرة أكثر 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 شيء موجودة عند الشيعة. وكان ما يسمى بالمسلمين العلمانيين أو الإسلاميين معناتها المتفتحين ما هوش باش يتحركوا، على خاطر كان باش تتواصل الحكاية هذه الخطر باش يكون أكبر، وإحنا مازلنا ما دخلناش في الخطر الكبير. خاطر أكيد 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 باش تقوم حرب ما بين السنة والشيعة الآن ولا في المستقبل، أكيد باش تقوم، هذه شيء طبيعي، فهمت، باش تقوم حرب ما بين السنة والشيعة، وباش توقع حروب كبيرة من بين المذاهب الإسلامية من بعد وقت يتم إنهاك الاثنين، فهمت، يظهر ما نعرفش عليه شكون هو ظهر هذا ولا هذا، فهمت، ويقول هو المهدي ويوحد كل المذاهب الإسلامية، وقتها باش تكون الكارثة مش على العالم العربي الإسلامي برك، وإنما كارثة على العالم أجمع. خاطر تصور هذوما العباد اللي معناتها نجم نسميهم يعني ما عندهمش مخ جملة واحدة، ما يفكروش. خاطر القياديين في الحركة الإسلامية فاهمين ياسر حاجات. أنت تصور معناتها الحركة الإسلامية رغم اللي خلافاتها رغم كل شيء كلها باتصال ببعضها، والكلها تعطي نصائح لبعضها وتتقاتل، وهذيك يعتبرها في إطار ما عندها الحدود الإسلامية، تتقاتل وكل شيء، لكن عندهم هدف مطلق، لازمهم عدو، عندهم عدو خارجي اللي هي إسرائيل واللي هي أمريكا واللي هي الغرب، يحبوا يقضيوا على هذاك الشيء كومبليتمون يعني كليا. أنا حسب رأيي السواد الأعظم للمسلمين اليوم ما يعرفوش الدين وما يعرفوش الإسلام وما يعرفوش التاريخ، وعباد معناتها نجمو نقولو معناتها يحبوا يعيشوا ويحبوا كان باش يواصلوا على الطريقة هذه، معناتها كيما نقولو احنا جومون فوتيست، راهم باش يلقاو رواحهم في معمعة كبيرة، خاطر هما أول وحود يخلصوا. إذا لازم معناتها الواعين شوية واللي معناتها فاهمين شوية يحاولوا يمنعوا هذه معناتها الحركات الإسلامية وكل شيء، تكوين جبهة ضد كل هذه الحركات الإسلامية مهما كانت، جبهة تؤمن بالحضارة، تؤمن بالتطور الإنساني، تؤمن بالعلم، تؤمن باحترام الإنسان، تؤمن باحترام المرأة، تؤمن بحق الاختلاف، سواء علمانيين سواء ملحدين سواء مهما كان، ويكونوا جبهة كبيرة واضحة ضد كل ما هو إسلامي. يعني لو لم يتم عن خلق هذوما الجهتين، يعني لو يجب أن تكون حرب، وأنا ضد الحرب وضد العنف مهما كانت، أنا أؤمن بحرب فكرية في العالم العربي الإسلامي اللي توا عايش مرحلة مخاض واللي قادم أكثر، احنا قدام مفترق طريق، يا إما ندخل في حرب مذهبية بين مذهب هذا ومذهب هذا والمدرسة هذه والمدرسة هذه، أو بين السلفيين والإخوان وكذا وكذا وكذا، أو ندخل في حرب حضارية. أنا وقت نقول يجب ضرب الإسلام من الأساس، مش يعني خطر ضد الدين، في أوروبا كانت الكنيسة عندها قوة، كانت عندها سلطة، عندما وقعت الثورة ضد المسيحية ونحت لها كل القوة متاعها، الآن هم المسيحيين موجودين، معناتها ما انتهاوش، معناتها موجودين في أوروبا، لكن ما عادش عنيفين، ولا المسيح يصلي على روحه عادي يمشي يعمل اللي يحب عليه هو، لكن ما عادش يتدخل في الامور السياسيه ولا في الامور الاجتماعيه بتاع، ما يجيش مسيحي يجبرك ولا يجد عليك سيف باش يقول لك عملت الحاجه ولا عملت الحاجه.
إذا إحنا ما يسمى بالطبقة الواعية والعلمانية والعباد اللي يؤمنوا بالاختلاف والعباد المتفتحين والعباد اللي يؤمنوا بالحضارة والعباد اللي يؤمنوا بالتطور والعباد اللي يؤمنوا بالإنسانية وكل شيء لازمهم يكونوا جبهة تكون جبهة قوية من أجل مش القضاء على الإسلاميين برك وإنما القضاء على الدين الإسلامي كمرحلة أولى. خاطر ما نجموش نقضيو على الاسلام على الاسلاميين بدون القضاء على الدين خاطر هو مصدر تمويلهم لا في العناصر لا في الفكر. يعني الاسلامي ما فين يجيب افكار مو من القران ومن السنه. احنا هذيك القران والسنه لازم يتم محوها ونقول محوها يعني نقدها كليا واظهار كل العورات اللي فيها يحاولوا يخبيوهم لنا. هذه نقطة معناتها مهمة جدا معناتها كما نحاربوش الإسلام بصفة واضحة مش تقول أنا مسلم لكن ضد الإسلاميين هذه الأفكار هذه كيفاش مسلم وأنت ماكش تطبق في الإسلام تنحي لي هذيك الآيات اللي القتل 92 مرة مذكورة في القرآن نحيها لي اقتل وقطع رؤوس وتمثيل وتشبيه وسب ولعن ومسخرة. فهمت مسلم يعني طب انت مسلم تطلب من الاخرين باش يحترموك وانت ما تحترمش تجي تقول فهمت على معناتها هذا توصفه بحمير هذا توصفه بقرود هذوما كالانعام بل هم اضلوا سبيلا شنو هي المستوى هذا؟ هذا مستوى اله يحكي وانا حاطط نقر فهمت ابو لهب عم محمد تبت يد ابو لهب اللي خلق هذا العالم وخلق الدنيا دي خالق يجي ما عنده ما يعمل واحد مات عنده 1400 سنه حاطط له صوره كامله تبت يد ابي لهب قلقوا هذاك باش يوريك لي القران راهو هذاك علاش انا بالنسبه لي العبيد اللي يفهموا اللي يعرفوا لازم يعاودوا يقراوا القران ويعاودوا يفسروه خاطر يحتوي على حقائق تاريخية مهمة ويعاودوا يقرأوا الحديث ويعاودوا يفسروه بطريقة عصرية ومراجعة التاريخ ومراجعة الأحاديث ومراجعة القرآن. بدون هذه المراجعة وهذا النقد مستحيل نقضيه على الإسلاميين. هو راهو الإسلام يخاف اكثر شيء الاسلام كي العظمه شفت العظمه من برا قوي ومن داخل ضعيف هذاك علاش الاسلام يحكم على المرتد بالقتل على خاطر اللي المرتد على الاسلام فاهم الاسلام شنو عندنا احنا مثلا نقولوا اللي في راس الذيب في راس السلوقي يعني كي تبدا انت من هذاك معناتها كنت مسلم وخرجت على الاسلام تعرفوا كيفاش يخمم. إذا القضاء على الإسلاميين ماهوش باش يكون لا من الغرب ولا من حد شيء لازم يكون من داخلنا وما يكونش القضاء على الإسلاميين فقط مستحيل تقضي على الإسلاميين فقط على خاطر كما قلت لكم فكرهم القرآن والسنة والتاريخ. إذا لازم تضرب لهم القرآن والسنة والتاريخ أول شيء نقد بناء عقلي منطقي هذه حاجة ولازم اللي هذاك اللي يقول أنا تلقاه يسكر ويشرب ويعمل المباقاة كما يقول الإسلام العشرة ومن بعد يقول لك أنا مسلم هذاك هو مورد الإسلاميين هذاك هو اللي يستعملوه هم تجي واحد كما قلت لكم عن قبل باش يعمل عملية انتحارية مش باش ياخذ واحد بالدين عنده 20 سنة ويصلي ويصوم لا باش ياخذ شاب صغير كان فاسد عمل حاجة يحب يتوب يجي ويعبيوا له مخ ويجي يعمل هكا ربي يتوب عليك وعندكم فتح الجنة. ذاك علاش انا نقول الاسلاميين كي الركام والاسلام كي البحر باش تقضي على الركام لازم تنشف له البحر تنحي له البحر وقتها يظهر على حقيقته خاطر نجم يتخبى الاسلامي نجمش تعرف عليه بدا قاعد معاك وما تصونش بيه مش لازم اسلامي راهو عامل لحيه ولابس جلابه راهو الاسلامي هذاك 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 الكل حكايه فارغه هذيك ما هي جزء من الاسلام
اختلاف موجود في الاسلام والحاجات دي موجوده، فهمت يعني؟ معناتها كل واحد يعمل المهمه بتاعه، وهم يفكروا القيادين الكبار، معناتها الكبار الكبار بتاع الاسلاميين، معناتها يفكروا بعيد، ما يفكروش على جيل ولا جيلين ولا 4 اجيال، يفكروا على نهايه العالم. بالنسبه لهم معناتها القران وعدهم، فهمتوا؟ يرثون الارض ومن عليها. هذاك علاش نقول لكم اللي الاسلام راهو ماهوش دين اصلا. حتى بعض المذاهب معناتها كما قلت لكم اللي خرجت، اللي يعتبروها ما عادش اسلاميه، ما عادش مسلمه، على خرجت على الحدود هذه، يعني فهمت القران بطريقه اخرى وعطت تفسيرات اخرى وظهرت الصوفيه وكذا وكذا. الاسلام راهو من الاول هو سياسه، والمسيحيه من الاول سياسه تم القضاء عليها في اوروبا، واليهوديه من الاول سياسه تم اعاده هيكلتها وجعلها ما يسمى في الصهيونيه. المهم هذا اللي حبيت نقوله في الفيديو هذه، طولت شويه معناتها كيما بوز، ومره جايه في الفيديو القادم نرجع للحركات الاسلاميه وحركه النهضه. غير حبيت نذكر النقطة هذه باش ما نتمش طرحها في الفيديو وقت نحكي عن النهضة، وباش ما يكونش خروج على الموضوع. تعرفوا اللي الحديث الارتجالي ديما يخلي الإنسان يخرج شوية على الموضوع ومن بعد عاود يرجع له، مش كيما خاطر مانيش نقرا من نص أنا مكتوب، يعني نتكلم ارتجاليا، وديما الارتجال يخرجك عاود يرجعك، يخرجك عاود يرجعك، وأنا نحاول باش ديما نبقى في صلب الموضوع. نقول لكم بالسلامة ومع فيديو قادم.